بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي لجميع الأخوة والأخوات، بناتي وأولادي، أهلي وأحبابي، أبناء وطننا العربي وبناته، في هذا العرض على اليوتيوب أسئلة تهمك. هل تعلم أنك تجهل الكثير من الفرص الموجودة والحقيقية التي تربحك مبالغ، ولكن من جهدك وعملك والتركيز؟ عليك أن تركز في كتابة خبراتك وصياغة فكرة واحدة تملكها أنت وحدك، وأنت معجب بها. أنت تعلم أن فكرتك جيدة وفيها حل لمشكلة عجز الناس عن حلها، واحتار الناس في أمرها. لا يحتاج لفهم فكرتك المتعلمين أو من يتداولون في أسواق الأسهم أو علماء أو طلبة علم، ولا تحتاج فكرتك إلى دراية بتقنيات الإنترنت، ولا حتى تحتاج إلى علماء في الاقتصاد أو الطب أو التجارة، ولا حتى القانون والقضاء. فكرتك بسيطة وسهلة، ولكن الناس غافلين عنها. أخي وأختي المستمع، هناك نصائح ومحاذير. أنا مثلك، لدي فكرة ولكن تهت في دهاليز ما يسمى تسجيل براءات اختراع. تجارب صرفت عليها ربع ما صرفت على براءة الاختراع، أو ربع ما صرفت على تحويل الفكرة إلى منتج له براءة اختراع. أنفقت أكثر من $1,000,000 في طريق ما يسمى تحويل التقنية، تكنولوجي ترانسفير. عندي قناة على اليوتيوب فيها أكثر من 800 فيديو. الآن ماذا عساني أن أفعل؟ لا تنزعج، ركز معي لتستفيد. تستفيد من هذا الفيديو وقصتي. أنا سعيد بما أعرف، وسوف أعلم نفسي من خلال التعليم. ركز معي، سوف أعلم نفسي من خلال التعليم عن طريق برنامج لف. كلنا نعرف هذه الكلمة، ولكن مقصود منها تعلم فرص الهندسة القيمية. ما زلتم معنا هنا في هذا الفيديو، لن أتحدث معكم عن فكرتي العظيمة وهي تقنية تكييف المساحات المفتوحة بأقل طاقة، أقل من المساحات المقفلة، وهي تقنية ليفا، وبالإنجليزي ليفا تكنولوجي. عوضا عن ذلك، سأخبركم أني اقتنعت بعدم جدوى التحسر على $1,000,000 الذي ضاع في وهم تحويل التقنية. في هذا الفيديو تشاهدون أني تقدمت في مسابقة من جوجل، وهي دوري عالمي سباق أبطال الفكرة، وأنتم تشاهدون
الفكرة التي تقدمت بها لعلي أكون أنا بطل العالم وأربح مليون دولار، ولكن لن أصرفها، سأربح مليون دولار آخر إن شاء الله كل سنة أو سنتين. الدوري العالمي لمتسابقي أصحاب الفكرة مفتوح طوال العام ولا ينتهي، وكل أسبوع في تحديد، كل أسبوع مبادرة وتصويت. سأبقى في السباق حتى أسترد خسارتي في طريق التي خسرتها في طريق تحويل التقنية. فكرتي في هذا السباق بسيطة، وهي شراء وبيع إيميلات جوجل. سأترجم لكم ما كتبته في السباق، اسمعوا القصة للنهاية، والترجمة ستكون أسفل الفيديو في الديسكريبشن أو الوصف.